بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في المحاضرة السابعة من مقرر ديجيتال ميديا إيثكس. هنستكمل اليوم من خلال محاضرتنا الحديث في إطار الشابتر 4 واللي اتكلمنا في المحاضرة الماضية عنه، وأشرنا إنه بعنوان Friendship, Slow, Fair Technology and Democracy، وقلنا إننا من خلاله هنتعرف على مجموعة من الظواهر الإعلامية في البيئة الرقمية واللي ليها انعكاس كبير على الأطر الأخلاقية المنظمة للحياة في ظل الديجيتال ميديا. وفي هذا الإطار اتكلمنا من خلال المحاضرة الماضية عن مجموعة من الموضوعات، منها موضوع بعنوان Friendship Online أو الصداقة على شبكة الإنترنت. وفي سياقه تناولنا موضوعات فرعية، منها موضوع فرعي متعلق بما يسمى تناقض الخصوصية ووسائل التواصل الاجتماعي أو Privacy Paradox and Social Media، وموضوع فرعي آخر بعنوان الأخلاق ووسائل التواصل الاجتماعي Ethics and Social Media، وكمان موضوع عن التحديات الأخلاقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي Ethical Challenges with Social Media Use. وانتقلنا بعدها للحديث عن موضوع بعنوان Slow Fair Technology، واللي من خلاله اتكلمنا عما يسمى بالتكنولوجيا العادلة أو البطيئة. وفي إطار هذا الموضوع حاولنا نفهم إيه المقصود بالتكنولوجيا العادلة، وإيه أسباب ظهورها ووجودها على الساحة مؤخراً، وإيه المقصود بيها، وكمان اتكلمنا عن نوع من أنواع التكنولوجيا العادلة وهو الفير فون في إطار موضوع Fair Phone as a Type of Slow Fair Technology. من خلال محاضرتنا اليوم هنستكمل الحديث في إطار شابتر 4، وهو زي ما أشرنا فصل هنتناول من خلاله مجموعة من الظواهر اللي كان ليها انعكاس كبير على الإيثيكال فريم ووركس لبيئة الديجيتال ميديا. وبعد حديثنا في المحاضرة الماضية عن الصداقة والعلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي وعن سلو فير تكنولوجي، هنتكلم اليوم عن موضوع في غاية الأهمية وهو الديموكراسي أو الديمقراطية في البيئة الرقمية، وكل ما يرتبط بالإنفورميشن فريدوم أو حرية المعلومات وحركة المعلومات على شبكة الإنترنت وعلى السوشيال ميديا، وإزاي كان ليها انعكاس كبير على مستوى الحرية والديمقراطية داخل الكثير من البلدان. في هذا الإطار أول موضوع هنتناوله من خلال محاضرتنا هو موضوع بعنوان Democracy, Freedom and Trust at a time of digital distribution أو الديمقراطية والحرية والحقيقة في زمن الاضطراب الرقمي. ومن هذا الموضوع هنتناول الأطر المفاهيمية والقانونية لحرية الإعلام وحرية التعبير freedom of information and freedom of expression. بعدها عندنا موضوع بعنوان information the key of democracy أو المعلومات مفتاح الديمقراطية. ومن هذا الموضوع هنتناول بعدين أساسيين، أولهم بخصوص وضع الإعلام بين الثقافة الديمقراطية والتقدم التكنولوجي Media at the intersection of democratic culture and technological progress، والبعد الثاني عن المعلومات والحاجة للحقيقة Information and the need of trust، أو يعني كيف ترتبط أهمية وجوهرية المعلومات بمدى صدقها ودقتها. خلونا نتكلم مبدئيا عن مفهوم الديمقراطية أو الديموكراسي علشان نكون يعني مستوعبين إيه المقصود أو إيه حدود الموضوع اللي إحنا بصدد الحديث فيه قبل الخوض في التفاصيل. تعبير الديموكراسي أو الديمقراطية هو بيعني ببساطة حكم الشعب أو people's judgment، بمعنى إن رأي الشعب وتوجيهاته هي الوسيلة اللي بناء عليها يتم حكم المجتمع وتسيير الأمور داخل الدولة، باعتبار طبعاً إن الشعب هو أساس الحكم وصاحب السلطة والسيادة. وطبعاً ده بيقتضي إتاحة مجموعة من الظروف للمواطنين اللي ممكن إنها تساعدهم على ممارسة هذا الحكم
وفي مقدمتها طبعا حرية الرأي والتعبير واللي بنسميها freedom of speech، وكمان تقوية دور المواطنين في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن العام. طيب لحد كده جميل. طيب إيه العلاقة بين كل الكلام ده والميديا أو يعني الإعلام عموما والديجيتال ميديا أو الإعلام الرقمي بشكل خاص؟ ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان ليها دور عظيم وضخم في إنها تمكن المواطنين من ممارسة الديمقراطية بكافة صورها بكل سهولة ويسر. إزاي؟ يعني الثورة المعلوماتية أو اللي هو الانفورميشن ريفوليوشن دي ساهمت في إن يحصل اندماج ما بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع العمل السياسي، وده كان ليه أثر في ظهور آليات وطرق يعني عمل جديدة لممارسة الديمقراسي أو الديمقراطية اللي هو العمل السياسي واللي بنسميه political action، ونتج عنها مفهوم الديمقراطية الرقمية أو الديجيتال ديمقراسي، واللي هي بتعتبر نتيجة للتكامل بين قيم وجوهر الديمقراطية كعمل سياسي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كآلية ووسيلة بيتم من خلالها تعزيز المشاركة السياسية. طيب يعني إيه؟ يعني إن ثورة المعلومات والاتصالات لما تكملت أو تدخلت مع العمل السياسي الديمقراطي ظهر عندنا مفهوم اسمه ديجيتال ديموكراسي أو الديمقراطية الرقمية أو الديمقراطية اللي بتمارس من خلال الديجيتال ميديا أو الوسائل الرقمية. كل ده بيخلينا نفكر، يا ترى تطبيق الديمقراطية بهذا الشكل هو أمر سهل وبسيط وما بتواجهوش عقبات؟ يعني يا ترى كمان إيه متطلبات تطبيق النوع ده من الديمقراطية؟ وإيه أهمية حركة المعلومات وحرية التعبير بالنسبة للديمقراطية؟ كل دي تساؤلات هنحاول إننا في إطار محاضرتنا اليوم نجد لها أجوبة مناسبة، أو على الأقل يعني نسعى سويا للبحث عن أجوبتها. طيب إذا مجتمع المعلومات أو مجتمع المعرفة أو الانفورميشن سوسايتي هو مجتمع قائم بصورة أساسية على التقنيات الرقمية الديجيتال تكنولوجيز والمخرجات غير الملموسة، وبالتالي هنجد إن الانفورميشن أو الداتا بالنسبة لهذا المجتمع هي المحرك الأساسي أو اللي هي يعني الانجن او المحرك اللي بي يعني بي بيكون سبب في إدارة العملية بأكملها. واحد اهم مزايا هذه التقنيات انها ايضا يعني بتلعب مين رول او دور رئيسي في توفير الوصول المجاني للانفورميشن وللداتا، وده في حد ذاته بيشجع مشاركة المواطنين في صنع القرار العام وتعزيز ما يسمى بالترانسبيرنسي أو الشفافية والتدقيق في الإجراءات الحكومية. مش بس كده، لا هي بتمكن كمان من يعني إن احنا نحشد شخصيات فاعلة جديدة اللي بنسميهم new players في مجال إيه المشاركة المدنية والسياسية في يعني مختلف أنحاء العالم، اللي هي بتطبق هذا الـ يعني هذه العملية بصورة يعني شبه متكاملة. إذا الوسائل التقنية دي بيكون لها دور كبير في تدعيم توافر المعلومات وإتاحتها بصورة مجانية وسهلة، free و easy، يعني هي موجودة بشكل مجاني وسهل للجميع بلا استثناء، ومن خلال هذا التوافر والإتاحة بيبدأ ان بيظهر عندنا نوع من الاويرنس او اللي هو الوعي، وبيكون عند الجمهور القدرة على انهم يعبروا بفاعلية وبيشاركوا في الحياة السياسية في بلدانهم بصورة يعني لم تكن موجودة من قبل. كل ما سبق يعني جميل، مكتسبات عظيمة تم إضافتها ل يعني الساحة الاجتماعية والسياسية داخل البلدان لم تكن تعلم من قبل ما هي المشاركة أو الحياة السياسية، لكن في الوقت نفسه
ايه، وبالرغم من كل هذه المكتسبات والتأثير المتزايد للبلاتفورمز دي او للمنصات الموجودة على الانترنت، من المحتمل ان يكون يعني في تأثير سلبي اخر موجود في الجهة المقابلة، والتأثير ده بيكون ليه علاقة بالتلاعب بالمعلومات او اللي هو اسمه information manipulation، يعني واللي ممكن ان يتم من خلال هذه العملية بس معلومات مغلوطة، وده طبعا شيء كلنا على علم به، وانه من الوارد ان يتم دس معلومات وبيانات غير حقيقية او ان يتم التلاعب فيها بأي صورة من الصور. وخطورة الامر هنا ان زي ما اشرنا الوسائل دي المعلومات عليها free وايزي، مجانية وسهلة، ويعني بتنتشر بصورة كبيرة. وجود الفيك انفورميشن دي او المعلومات المغلوطة يعني من خلال هذه الوسائل بيشكل خطورة كبيرة، لان ده معناه ان المعلومات هتصل لعدد كبير من المستخدمين، وبالتالي هيترتب عليها مشاكل لا حصر لها، ابرزها زيادة الجماعات المتطرفة اللي ممكن انها تستخدم يعني بيئة الإعلام الرقمي في إنها تنشر الكراهية أو تحرض على الفايلنس أو العنف يعني. ودي طبعا من يعني السلبيات اللي ممكن تظهر من خلال هذه الوسائل. طيب، بناء على هذا يعني علينا إن احنا ننتبه إلى أن أنماط الاتصال هذه ممكن يكون ليها تأثير سلبي على الديمقراطية، وإن الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال يعني ليس واضحا كما كنا نتصور. ويعني يمكن في عندنا نماذج وحوادث كتير بتأكد هذا الأمر، وبتبين لنا بالدليل الواضح إزاي إن المعلومات المضللة أو الفيك انفورميشن دي ممكن يكون ليها انعكاسات سلبية على يعني الأحداث السياسية. على سبيل المثال، في كان حدث متعلق بالاتحاد الأوروبي اللي هو كان يعني في نوع من انتشرت قصص مضللة misleading stories على about the EU أو اللي هو الاتحاد الأوروبي في عام 2015. وكمان كان في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويعني برضو حصل في خلال 2016 بعض انتشرت خلالها بعض المعلومات المغلوطة اللي كان ليها أثر على إنها تؤثر على سير العملية الانتخابية. كمان كلنا لاحظنا لما انتشر فيروس كورونا COVID-19، ظهرت زي نظريات كده theories عن الكوفيد، وازاي ان هو يعني كان ظهوره مخطط ليه وما الى ذلك من المعلومات اللي انتشرت، واللي طبعا يعني احنا لا نملك يعني وسيلة نتحقق بها من دقة هذه المعلومات، ولكن هي طبعا سببت حالة من القلق والتوترات، ووارد طبعا انها تكون مختلقة وغير حقيقية، لكن الظرف خلاها انتشرت بصورة كبيرة. وده هو تأثير الميديا او السوشيال ميديا زي ما احنا بنتكلم. طيب، بناء على كل هذا ونتيجة لانتشار الديجيتال تكنولوجيز، ونتيجة إن النسبة الغالبة من سكان العالم أصبحوا معتمدين على هذه التكنولوجيز في الحصول على الانفورميشن باعتبارها مصدر رئيسي للمعلومات، كل ده أدى إلى انتشار ما يسمى بالميس انفورميشن أو المعلومات المضلولة أو الفيك انفورميشن، وأدى إلى ظهور أشكال من التطرف الفكري نتيجة لزيادة الوعي بالقضايا المختلفة على المستوى الدولي. وترافق مع هذا التطرف انعكاسات سلبية على الـ political life أو الحياة السياسية داخل العديد من البلدان.
كل التحديات السابقة دي أوجبت على الدول والحكومات والأفراد محاولة إيجاد حلول لهذا الوضع ومحاولة تجاوز هذه المشكلات، ويعني طرح تساؤلات غاية في الأهمية كان هو يعني السبب، يعني أو الطريقة اللي حاولت من خلالها الدول والحكومات إنها تجد حلول لهذه التحديات. فعلى سبيل المثال ظهرت تساؤلات من نوعية What can be done to tackle the situation، أو يعني كيف تتم معالجة الوضع، وسؤال عن كيفية التعامل أو تدخل الحكومات الديمقراطية في المجتمع الخوارزمي، أو اللي هو المجتمع المرتبط بالـ Artificial Intelligence، وأين يجب رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير والتعددية الإعلامية من جهة، والتطفل والرقابة على الآراء المخالفة من جهة أخرى، وكيف يجب الدفاع عن المعلومات باعتبارها حق أساسي، وهل هناك مدونة أخلاق تنظم التعامل من خلال المعلومات، أو is there a moral or ethical code when it comes to information، يعني لما يرتبط الموضوع عن المعلومات هل في مدونة أخلاقية، وغيرها من التساؤلات من نوعية يعني كيف يمكننا خلق بيئة مواتية للنقاش العام الشامل والتعددي، وكيف يمكننا تجهيز المواطنين لتطوير يعني اتجاه نقدي واتخاذ قرارات مستنيرة، وكيف يعني يصبح بإمكاننا إن احنا نوازن بين الابتكار والحاجة إلى الشفافية، وهل من الممكن إن يحصل يعني تطور في يعني وضع الخوارزميات وتعاملها مع يعني مفهوم الديمقراسي أو الديمقراطية. جميع الأسئلة دي طبعا هامة وضرورية، ويمكن من خلال الإجابة عنها يعني وارد إن احنا نتمكن من فهم الوضع التقني للديمقراطية، وممكن نتمكن من إن احنا يعني نحل الإيثيكال بروبلمز أو المعضلات الأخلاقية اللي هي مرتبطة بالمعلومات وتحقيق الديمقراطية على مستوى البلدان المختلفة. طيب، توافر المعلومات وإتاحتها بهذا الشكل وزي ما تمت الإشارة كان ليه أثر كبير على الـ freedom of expression أو حرية التعبير، وبترتبط الـ freedom of expression بالـ media freedom أو بحرية الإعلام باعتبارها أحد الوسائل اللي ممكن تسمح بحرية التعبير. وحرية التعبير هي يعني بنسميها fundamental human right أو حق أساسي من حقوق الإنسان، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، وكمان أقروا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وبتنص المادة 19 من هذا الإعلان على إن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، وبيشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسائل بغض النظر عن الحدود. والفريدم اوف اكسبريشن لا تنفصل عن مبدأ حرية المعلومات أو الفريدم اوف انفورميشن، وهنجد إن هذا مؤكد ومنصوص عليه في العديد من الصكوك القانونية والدولية، بما في ذلك دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، واللي بيدعو إلى تعزيز التدفق الحر للأفكار بالكلمة والصورة، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك ظهرت أطر تنظيمية إقليمية بتعترف بحرية التعبير، ويعني كلمة يعني regional أو إقليمية بتعني أنها مرتبطة بنطاق إقليمي محدد أو خاصة بدولة معينة أو مجموعة من الدول اللي تجمعها نوع من العلاقات أو الارتباطات السياسية، أو يعني بينها مصالح بتعتبر مشتركة.
زي ايه الاطر دي اللي بتتضمن التأكيد على حقوق حرية التعبير؟ هنجد مثلا قانون حرية المعلومات الامريكي لعام 1967، والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان عام 1969، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب عام 1987. ومبدأ حرية المعلومات أو Freedom of Information يعني ممكن نرجع أصوله إلى القرن الثامن عشر، وبيعتبر هذا المبدأ سمة أساسية اللي بنسميها Pluralistic Democratic Societies أو اللي هي المجتمعات الديمقراطية التعددية. يعني إيه؟ يعني وجود هذا المبدأ مرتبط بالمجتمعات اللي نقدر نقول عنها إنها يعني ديمقراطية، أو بتسمح بنوع من المشاركة في الحياة السياسية الاجتماعية بشكل عام، ورأي الجمهور عندها ليه أهمية، أو نقدر نقول يعني رأي الجمهور حاضر بقوة على الساحة. وهذا المبدأ اللي هو مبدأ حرية المعلومات بينص على إن جميع المعلومات اللي بتحتفظ بيها الحكومات ومؤسساتها المختلفة يجب إنها تكون عامة ويمكن الوصول إليها بشكل عام general يعني، ولا يجوز حجبها لأي إلا لسبب مشروع. زي إيه؟ زي البرايفسي اللي إحنا اتكلمنا عنها، اللي هي احترام الخصوصية، أو يعني لما يكون الموضوع متعلق بالسيكوريتي أو الأمان أو القضايا الخاصة بالسلام. لذلك وبناء على النقاط دي، فإن بعض القيود مقبولة طالما إنها يعني منظمة ومتوافقة مع القانون الدولي. وفي السنوات الأخيرة أصبح الحق في المعلومات أو اللي هو right to information معترف به بصورة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبح بيتم تنفيذه وفق أطر تشريعية محددة أو عن طريق يعني ما يسمى بالصكوك التشريعية. وكان الدافع وراء هذا الاتجاه بشكل خاص منظمة اسمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. المنظمة دي أطلقت مؤخرا مبادرة اسمها الـ Open Government أو الحكومة المفتوحة، كان هدفها إنها تنفذ الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية اللي بتشجع على الشفافية والمشاركة والوصول إلى المعلومات. وبالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بيعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات محرك أساسي لما يسمى بال يعني الجروس أو النمو لمختلف الدول. وفي نفس الوقت بيعتبر هذا الحق يعني بيمثل challenge for democracy أو تحدي للديمقراطية والpublic governance أو اللي هو الحوكمة العامة، يعني عملية الحوكمة عموما. ليه؟ لأن الحق ده معناه إن الأشخاص داخل المجتمع من حقهم الوصول للمعلومات، وبالتالي زي ما قلنا قبل كده توافر المعلومات بيسمح للأفراد إنهم يكون ليهم رأي في بناء والحركة السياسية داخل مجتمعاتهم، وبالتالي بيفرض على المجتمعات والحكومات إنها يعني إيه يعني إنها accept the democratic participation أو إنها تتقبل يعني ضرورة السماح بمساحة من المشاركة الديمقراطية، وضرورة تعزيز الاهتمام بالقضايا السياسية العامة وتشجيع المواطنين على المشاركة في صنع القرار في هذا المجال. ويعني يمكن من العلامات المضيئة في هذا الصدد إنه حتى عام 1990 كان على مستوى العالم في حوالي 13 دولة فقط عندهم قوانين وطنية خاصة بحرية المعلومات، وفي الوقت الحالي وصل عدد الدول اللي بتضع في قوانينها نصوص بتنظم حق الوصول إلى المعلومات وبتسمح بالاعتراف به، وصل عددهم إلى 127 دولة، وده طبعا شيء بيمثل من أحد أهم المكتسبات المتعلقة بهذا العصر. كل هذه علامات ودلالات على مدى أهمية حق الوصول للمعلومات،
أو اللي هو بنسميه right to information وحق الحصول عليها. ويمكن في هذا الإطار هنجد إن مؤخرا أصبح في اعتراف بأهمية وضرورة تحسين الوصول الشامل للمعلومات والمعرفة. وفي السياق نفسه هنجد المؤتمر العام لليونسكو لعام 2015، يعني وكمان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2019 أعلنوا يوم دولي لتعميم الوصول إلى المعلومات، وبيعقد هذا اليوم كل عام في 28 سبتمبر، وبيهدف إلى تعزيز الانفتاح والتعددية اللغوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتثقيف الإعلامي والمعلوماتي، وكمان إعادة التأكيد على اللي هو بنسميه البريس فريدم أو حرية الصحافة. وبكل دي طبعا مبادئ بيهدف هذا اليوم للتأكيد عليها وجعلها في بؤرة الاهتمام. مع كل هذا يتضح ان الفريدم اوف انفورميشن وكمان الفريدم سيركيوليشن اوف ايدياز او حرية او التداول الحر للافكار هما امرين متأصلين في يعني احترام الهيومن رايتس، ومحورين لمفهوم الديمقراسي، وفي ارتباط عميق وقوي بين احترام حقوق الإنسان وضرورة إتاحة وتوفير المعلومات والبيانات بسهولة ويسر، باعتبارها يعني بتمثل جزء أساسي من محاور حقوق الإنسان. ويمكن في هذا الصدد ناخد بالنا إن ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات ليه يعني أكثر من جانب للتأثير. ومن هذه الجوانب أولاً إنه بيؤثر على يعني مشاركة المواطنين في البابليك سفير، أو بيبقى يعني بي get involved in the public sphere، بيخلي المواطن يعني يندمج في المجال العام. وإحنا بنقصد بالمجال العام إن هو الفضاء الاجتماعي والثقافي والسياسي اللي بيتفاعل فيه الأفراد والجماعات، واللي يتجسد فيه الفعل الاجتماعي وبيتم من خلال وسائل الاتصال. كمان من جوانب التأثير إن يعني هذا الأمر بيؤثر في المشاركة في صنع القرار بشأن السياسة العامة، أو يعني participate in decision making on public policy، ودي أحد أهم المكتسبات. كمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بيساعد في تدقيق وتقييم أداء المؤسسات والقادة، وبيساعد على الرقابة على النظام الاقتصادي واستخدام المال العام أو اللي هو بنسميه الإيكونوميك سيستم، وإزاي يعني يتم الرقابة على اليوز أوف بابليك موني. وكمان بيحث السلطات العامة أو يعني بيدفع السلطات العامة على إنها تكون أكثر شفافية، أو المفهوم اللي بنسميه transparent، يعني وإنها تكون منفتحة على ممارسة الحوكمة العامة، أو open in the exercise of public governance، أو ما يسمى بالتطبيق الفعلي للممارسات الحكومية يعني. وبيجعلها كمان أكثر استجابة لإشارات المواطنين وأكثر انتباها لاحتياجاتهم، وبالتالي بتكون يعني هذه المجتمعات يعني منفتحة بصورة أكبر على عملية الإصلاح. يبقى إذن وطبقا لكل الانفلونسز أو التأثيرات المذكورة، يعني الحرص بيبقى إن الحرص على تسهيل الحصول على المعلومات يعني وجوده بيساعد في تحقيق الإصلاح داخل المجتمع، لأنه بيساعد الشعب إنه يقوم بدور الرقيب أو اللي بنسميه يعني سيرجنتس رول، واللي بيدفع الحكومات إنها تحاول باستمرار الحرص على تحقيق مصالح الشعب وإنها تحافظ على سلامة النظام. كل المكتسبات الإيجابية دي بتخلينا في حاجة ملحة لضرورة إن إحنا يعني نعتمد تشريعات تضمن تحقيق حرية المعلومات، وده كله بيخلق تحدي كبير في البلدان الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه مجرد وجود أطر تشريعية أو تنظيمية دولية أو وطنية تضمن أو يعني guarantee
الفريدم اوف انفورميشن لا يعني بالضرورة انها ان يعني هذه الأنظمة او ان هذه التشريعات سيتم تطبيقها تلقائيا وبشكل دائم. فاحنا يعني زي ما أشرنا بداية ان في كثير من النصوص التشريعية والقوانين اللي بتدعم يعني حق الحصول على المعلومات وبتؤكد على ضرورة تدعيم سهولة الوصول للمعلومات في كثير من البلدان، ولكن على أرض الواقع وفي البيئة الفعلية يعني there are no real guarantees، أو يعني ما فيش ضمانات حقيقية علشان يتم يعني الاعتماد عليها لتطبيق هذه النصوص أو تفعيلها بصورة واقعية وتلقائية. يعني فالطبيعي الأمر الطبيعي إن في اختلافات بين الكونتنت أو المحتوى واللي هو السكوب اوف لوز او نطاق القوانين في هذا المجال، يعني امر فيه اختلافات من بلد الى اخر ومن نطاق جغرافي الى اخر، وطبيعي كمان ان تطبيقها بيختلف اعتمادا على عدة عوامل، يعني منها على سبيل المثال الاطار الدستوري ومستوى التمويل المخصص والموارد البشرية والمجتمع المدني وطبيعته، وكمان يعني قدرة المواطنين على التفاعل أو إن هم يعني يستفيدوا من القوانين. وحتى في حال يعني حالة وجود أحكام قانونية أو نصوص تشريعية بتقر الحق في الحصول على المعلومات، فوارد إن يتم إعاقة الفريدم اوف انفورميشن برضو من خلال إيه. طيب يعني ممكن يكون يعني في عملية تعقيد، بيحصل عملية تعقيد في عملية الوصول للمعلومات، يعني أو إن تكون عملية إدارة وحفظ المعلومات غير مناسبة، أو يعني في صعوبة في الوصول إليها، أو اللي بنسميه مثلا البيروقراسي أو البيروقراطية أو الأنظمة اللي بيكون من الصعب اختراقها. طيب يعني كل ده يخلينا ننتبه ان احنا ضروري ان احنا ننتقل من اللي هي بتسمى culture of secrecy او اللي هي ثقافة السرية الى culture of transparency او اللي هي ثقافة الشفافية. يعني ان الانظمة الحكومية لازم انها اذا كانت حريصة على تسهيل الحصول على المعلومات فهي لازم تنتقل من ثقافة السرية الى ثقافة الشفافية، واننا يعني بنطالب في هذا الاطار كمان بزيادة الوعي داخل المجتمع المدني باهمية وجود معايير اكثر صرامة لما في اطار الحصول على المعلومات. ننتقل للحديث عن بعد اخر وهو متعلق بدور المعلومات في تحقيق الديمقراطية، وازاي ممكن تكون المعلومات هي مفتاح الديمقراطية. لما أشرنا إلى إن information the key of democracy، وده لأن زي ما تمت الإشارة إتاحة المعلومات بيترتب عليها تحقيق العديد من المكتسبات على مستويات متعددة داخل الدولة، لأنه بيسمح لنا بتوفير قدر أكبر من اللي هي بنسميها censorship أو الرقابة على تحركات الدولة وسياستها، وده طبعا بينعكس على الواقع الفعلي داخل هذه البلدان. بالمعنى المعاصر مفهوم الديمقراطية ليه عدة أبعاد مترابطة، يعني من هذه الأبعاد هو في عندنا ثلاث أبعاد، منها بعد يعني مرتبط بما تسمى اللي هي citizenship أو المواطنة، وبعد آخر مرتبط بتمثيل القادة السياسيين أو اللي هم political leaders، وبعد آخر ثالث مرتبط بتقييد سلطة الدولة أو اللي بنسميه limitation of state power، وتقييد السلطة دي عن طريق الحقوق الأساسية أو ما يسمى بالحقوق الأساسية أو الـ fundamental rights. وفي هذا السياق بتعتبر الـ citizenship أو المواطنة
يعني ممكن نسميها اللي هي ليفن اوف ديموكراسي، او الاساس الخاص بالديمقراطيه اللي بيتم البناء عليه، وهي بتعكس رغبه المواطنين، والمواطنين دول بيشملوا يعني الدول والمجتمعات والعالم، وما يسمى بالمواطنون العالميون او اللي هم الجلوبال سيتيزنز، بتعكس رغبتهم للتصرف بمسؤولية في الحياة العامة، وعلشان إيه؟ علشان يمارسوا حقهم في المساهمة في الطريقة اللي من خلالها بيدار المجتمع، ومن خلالها يقدروا يشاركوا يعني اهتماماتهم العامة وثقافتهم. طيب ببساطة citizenship هي علاقة متبادلة، أو بنسميها correlation، بين الأفراد والدولة، اللي يعني الدولة اللي هم بينتموا إليها، علشان يحصلوا فيما بعد على مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبتعرف المواطنة على إنها علاقة بين الفرد والدولة، يحددها قانون الدولة بما تتضمنه من حقوق وواجبات. يعني بناء على ذلك نقدر نفهم الريليشن بين السيتيزنشيب والديموكراسي، وازاي ان طبيعة المواطنة واللي بتتمثل في اعتراف الدولة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين من عدمه، هي الأساس اللي بيبنى عليه دعائم الديمقراطية. يعني وممارسة المواطنة دي بشكل أساسي بتعني وجود فضاء عام، أو اللي بنسميه public space، يعني ممكن إن احنا ننظر إليه من 4 زوايا. أولا، في الزاوية الأولانية إن هي مساحة سياسية غير ملموسة، أو اللي بنسميها untangible، وفيها بتحصل حالة من النقاش بين المواطنين، وبيتبادلوا في إطارها أفكار، وبيقارنوا حجاجهم، ليه؟ بهدف إنهم يعني يقدروا يصلوا إلى توافق في الآراء بشأن الأسئلة اللي هي يعني بتمثل اهتمام مشترك، أو اللي هي يعني من خلالها يقدروا إنهم يحققوا للمجتمع أي تغيير للأفضل. كمان من ضمن الزوايا ان هذا الـ يعني او ان مفهوم المواطنة ده وارتباطه بالفضاء العام او البابليك سفير، من جوانب هذا الارتباط هو ارتباطه بالسوشيال سبيس او الفضاء الاجتماعي، وان هذا السوشيال سبيس بيحصل فيه حالة من اللي هو يعني التفاعل المشترك، وتوافر السيتيزنشيب في هذا الإطار بيتيح يعني إمكانية الوصول إلى يعني ways أو طرق لي يعني إزاي إحنا living together، أو طريقة أو طرق للعيش المشترك، وإن يحصل اعتراف بالطرف الآخر، أو يعني إعطاؤه حقوقه. كمان الزاوية الثالثة هي مرتبطة بالإيكونوميك سبيس، واللي هو بنسميه الماركت، وبتحكمه يعني فيما يتعلق بمبادئه وآلياته. يعني هي المواطنة بتحكمه في هذا الإطار، لكن مع ذلك يعني ممكن إنها تكون مجال للعمل الجماعي مرتبط كمان بأبعاد بوليتيكال أو أبعاد سياسية. الجانب الرابع هو مرتبط بالفيزيكال سبيس، وإن هذا يعني تحول المواطنة من مساحات افتراضية إلى فيزيكال، أو أصبحت ملموسة، واللي ممكن يعني يتم تقسيمها لمستويات مكانية مختلفة، ويعني ارتباطها بكيفية يعني محاولة المواطنين إن هم يعني يكون ليهم تأثير فعلي
داخل المجتمع، مش بس مجرد مشاركة، يعني مجرد كلام أو مشاركة مجرد للتعبير مش أكثر. لا، هما يعني أصبح عندهم الرغبة إنهم بالفعل مشاركتهم تكون فيزيكال أو ملموسة على أرض الواقع. ويمكن على يعني مدى العقود الثلاثة الماضية أو خلال الفترة السابقة، يعني أصبحت المساحة المادية بشكل تدريجي هي مساحة للمواطنة وللسياسة. تحول اللي هو الفيزيكال سبيس أصبح أو become a space of for citizenship and politics. يعني بعد ما كانت المواطنة مقتصرة على المساحات الافتراضية، وده يمكن حصل نتيجة لظهور حركات اجتماعية وسياسية واحتجاجات وحتى الثورات، وانتقلت هذه الحركات إلى الشوارع في أماكن مختلفة. وكان هدفها إن هي مش بس تحقق يعني التواجد المادي، ولكن كان هدفها إنها تعمل تغيير وإنها تنشر الأفكار، ويعني يعني زي ما بيقولوا كده exchanging experiences، أو يعني تبادل الخبرات، ويعني spreading messages أو نشر الرسائل، وكمان creating symbols أو إنهم يدعموا القادة ويخلقوا رموز جديدة. وبالتالي أصبح الفضاء العام مساحة لما يسمى بال يعني المعارضة، أو اللي هو المشاركة بشكل في محاولة لتغيير الأوضاع الحالية. ويمكن من الأمثلة على هذه المظاهر على سبيل المثال احتجاجات ميدان تيانينوم في بكين عام 1989، وكمان احتجاجات أو اللي بنسميها بروتستس في بوخارست عام 1990، وطبعا مش هننسى أحداث الربيع العربي أو اللي هو سموه الأرب سبرينج في دول عربية كتير، منها طبعا مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن في أعوام 2010 و2011، وكمان أحداث احتلال وول ستريت في نيويورك عام 2011، ويعني احتجاجات منطقة اللي كانت هي غازي بارك في اسطنبول عام 2013، ويعني مجموعة من الأحداث الكثيرة اللي كان سببها الأساسي الفضاء اللي هو الافتراضي، اللي تحول بعده الأمر إلى الانتقال إلى الواقع الفعلي أو لأرض الواقع. يعني يمكن فيما يتعلق بمفاهيم المعلومات والاتصالات أو اللي بنسميها notions of information and communication، إحنا لا يمكن إن إحنا نفصل مفهوم المعلومات والاتصالات عن مفهوم الميديا أو وسائل الإعلام. يعني وسائل الإعلام هو مصطلح يعني بيرتبط بتعريفه الأساسي، واللي هو متمثل في يعني إن هي وسائل لتوصيل المعلومات. هذا المصطلح بيحيط بجوانب إضافية متعددة أو multiple additional facts بتتعلق ب اللي هي التكنيكس المستخدمة علشان يتم من خلالها يعني معالجة الانفورميشن والكونتنت اللي هو بيتقدم، والطريقة اللي بيتم من خلالها تنظيم وعرض وتنسيق الانفورميشن، وكمان الأطر اللي هي بتحكم هذه العمليات. وده بيوضح لنا ازاي ان في علاقة قوية بين الميديا والكالتشر، يعني او اللي هي اللي بنسميها ديموكراتيك كالتشر او الثقافة الديمقراطية، والتكنولوجيكال بروجريس او التقدم التكنولوجي. علشان كده يعني هنستكمل حديثنا عن الديمقراطية في إطار
موضوع عنوانه الإعلام عند تقاطع الثقافة الديمقراطية والتقدم التكنولوجي Media at the Intersection of Democratic Culture and Technological Progress. كلنا طبعا عارفين وعندنا وعي بالتطورات التكنولوجية والاتصالية واللي كانت سبب في ظهور مجتمع المعلومات أو اللي هو Information Society، واللي كان أحد دعائمها الأساسية ظهور الإنترنت في عام 1969 وانتشاره عالميا، وظهور شبكة الويب العالمية في منتصف الثمانينات، وما أدى إلى ظهور نقلة نوعية بسبب هذه التطورات، وتم يعني استبدال الاتصال غير الفوري اللي هو المكتوب أو المرئي أو اللي هو الصوتي بالاتصال الفوري اللي بيتم اعتمادا يعني أصبح بيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الوقت الحالي. والملاحظ إنه مع تسارع وتيرة اللي هو الابتكارات التكنولوجية، هذا الأمر مهد الطريق لتداول المعلومات يعني بصورة أكبر وبصورة أسرع من الوقت السابق من خلال اللي هي نيو بلاتفورمز دي أو المنصات الجديدة، وده أدى إلى تحول استخدام المحتوى بشكل تقني وبشكل اجتماعي، وأدى كمان إلى تحويل وتغيير الطريقة اللي بيتم من خلالها يعني إدراك واستيعاب واستهلاك المعلومات من قبل الجمهور، اللي هي يعني الـ way in which information is perceived and consumed by the public. يعني في الوقت نفسه من المهم ان احنا نعرف ان الوسائل الاعلامية عموما بتتكامل او integrated او يعني بيحصل بينها نوع من التفاعل، وان يعني مش معنى وجود وسيلة جديدة انه هيلغي الوسيلة السابقة، إنما بالعكس هو في نوع من التفاعل المستمر بين الوسائط وبعضها البعض. فاحنا عارفين إن ظهور الراديو لم ما كانش سبب في إنه يلغي الصحافة، وظهور التلفزيون ما كانش سبب إنه يلغي الإذاعة، وفي المقابل أيضا ظهور الإنترنت باعتبارها أحد وسائل الاتصال الحالية يعني هو ما ألغاش هذه الوسائل، وإنما دعمها وتفاعل معاها وأصبح فيه بينهم نوع من التفاعل والتكامل. ويعني بتمثل وسائل الإعلام نظام يعني بنسميه نظام تنظيمي، فيه بيتم تنظيم واستيعاب العديد من الأبعاد. يعني مثلا هنجد إن النظام بياخد مفاهيم زي الانفورميشن والكوميونيكيشن وبيدمجها وبيعمل يعني بيعملها يعني بنسميه incorporating في مجالات مختلفة، يعني منها على سبيل المثال المجالات الاقتصادية. وفي هذا الإطار هيظهر لنا مفهوم بيسمى مفهوم الـ supporting businesses أو الأعمال الداعمة، وعلى أو على سبيل المثال المجالات اللي هي التكنولوجية، واللي هيظهر في إطارها مفهوم بيسمى يعني تعزيز جودة وكمية النشر أو boosting the quality and quantity of dissemination. وكمان في مجال اسمه المجال اللي هو السيمبليك أو اللي هو بنسميه الرمزي أو اللي هو المتعلق بالرموز، وفي إطاره ظهر مفهوم خدمة الديمقراطية للمواطن أو serving citizen democracy. ويعني من خلال ما سبق نلاحظ النقاط التالية، يعني بالنظر إلى أن جميع أعضاء المجتمع المدني من citizen و politicians و business people و associations أو المواطنين والسياسيين ورجال الأعمال والجمعيات وما إلى ذلك بيتفاعلوا مع المعلومات، فبالتالي نتأكد من أنه لا يمكن أن توجد وسائل إعلام إلا في البابليك سبيس أو اللي هو الفضاء العام، لأن في إطار هذا الفضاء العام هتقدر
أو هنقدر إن إحنا نتواصل مع الجماهير المستهدفة واللي بتتمثل في الأفراد والمجتمع على حد سواء، وهيكون ليها تأثيرات عالمية ومحلية وعامة وخاصة. الخلاصة يعني إن الفضاء العام أو اللي هو البابليك سبيس بتصبح فيه المعلومات، يعني بنسميها منفعة عامة، أو يعني من بالإمكان إنها يعني تفيد الجميع، بنسميها common good، ومصدر للديمقراطية أو source of democracy. الملاحظة التانية هنا في إطار العلاقة بين الإعلام والديمقراطية، إن مع مرور الوقت أصبحت المعلومات يعني أو تحولت إنها يعني أكثر من مجرد مصدر للمعرفة أو source of knowledge، أصبحت بيتم التعامل معاها باعتبارها product أو منتج في حد ذاتها، وإنها سلعة بتخضع ل يعني المنطق اللي هو بنسميه اقتصادي أو economic logic والrules of the market أو قواعد السوق. من جانب آخر ناخد بالنا إن المعلومات اللي بتصل إلينا سواء من وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل هي الطريقة اللي بتساعدنا إننا نفهم ونستوعب العالم المحيط بنا. يعني في نهاية الأمر يعني إن وسائل الإعلام مش بتقدم لنا يعني mirror of the world أو مرآة للعالم، إنما هي يعني الطريقة بيتم عرض العالم بيها علينا وفهمنا لهذا العالم أو استيعابنا ليه بيتوقف على مجموعة من المحددات أو المرجعيات معينة، وهي أمور فيها يعني اختلافات أو فيها يعني تباينات بتتوقف على مجموعة من العوامل. يبقى إذن المعلومات اللي بتصلنا من خلال وسائل الإعلام مش تحت شرط هتخلينا جميعا نفهم العالم بنفس الكيفية أو بنفس الطريقة، أو نفهم الأحداث بنفس الكيفية أو تصل إلينا أو يصل إلينا مستوى فهم واحد. وكمان عملية النقل هذه كمان يعني محكومة ب مثلا ما يتعلق ب أو ما نسميه الجورناليستس هابتس أو عادات الصحفي أو الطريقة اللي بيؤدي الصحفي من خلالها عمله، كمان يعني إنها بتتغير مع ظروف متغيرة زي تغير الأحداث وتغير المجال الاجتماعي والانتماءات الحزبية أو الانتماء أو اللي هو بنسميه يعني العلاقة مع الحكومة أو الانتماء للنخب الحاكمة، واللي دايما هنلاقي في ارتباط قوي بينه وبين العالم الصحفي، واللي بيكون العلاقة بينهم طبعا أمر طبيعي ومنطقي لأن كل منهم بيستفيد من الطرف الآخر. وبالتالي ناخد بالنا إن كل ما نعرفه عن العالم أو كل يعني ما تخبرنا به وسائل الإعلام يعني بيكون سبب في تحريك الساحة أو الحركة في مختلف المجالات وعلى مستوى مختلف القضايا والسياسات. نتكلم عن بعد آخر وهو العلاقة بين الديمقراطية والحاجة إلى البحث عن الحقيقة أو information and the need of truth. يعني في إطار الديموكراسي أو الديمقراطية بتعتبر زي ما احنا أشرنا المعلومات common good أو يعني قيمة مشتركة ومصدر بينتمي إلى البابليك سبيس أو إلى مجال اللي هو النقاش العام، وبيقوم بشكل أساسي على الحاجة إلى الحقيقة. لكن في السنوات العشرين الماضية شهد دور الإعلامي لوسائل الإعلام عدد من التحولات الكبرى أو بنسميها major shifts، واللي كان ليها تأثير على مفاهيم زي التروس والديمقراسي نفسها. الفيرست شيفت أو التحول الأول
هو تحول على مستوى أو على المستوى التقني أو اللي هو بنسميه التكنولوجيكال، يعني بعد ما يعني تطورت التكنولوجيز و يعني بصورة لم تكن مسبوقة في التاريخ من قبل، كان لهذا التطور أثر في إحداث تغيرات في إنتاج وإدارة ونشر واستهلاك المعلومات. يعني باختصار الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المعلومات اتغيرت للمجتمع كله، سواء يعني المتعاملين مع المعلومات أو اللي هم بنسميهم المواطنين أو السياسيين، كل هؤلاء تغير طريقة تعاملهم مع المعلومات نتيجة للتطورات التكنولوجية أو اللي هو الديجيتال تكنولوجيز اللي ظهرت. أما التحول الثاني أو السكند شيفت فهو بيتضمن الـ practice and uses أو اللي هو الممارسات والاستخدامات، واللي أدت إلى نوع جديد من العلاقة بين الانفورميشن والميديا. ويعني ده بيظهر بوضوح من خلال ظهور أو يعني صعود السوشيال ميديا والتأثيرات بتاعتها على عملية التواصل في المجتمعات المختلفة، وكمان التطور الخاص بالـ artificial intelligence والواقع الافتراضي أو اللي هو الـ virtual reality، واللي يعني شجع الباحثين على إنهم ضروري يعني يبدأوا يدرسوا هذه الاختلافات والتطورات. وكمان أدى إلى ظهور ما يسمى ب يعني شخصنة أو اللي هو personalization of content أو شخصنة محتوى وسائل الإعلام أو إضفاء الطابع الشخصي على محتوى وسائل الإعلام. التحول الثالث أو third shift ده حدث في عالم المعلومات نفسه أو في الـ information itself، واللي تم في إطاره يعني إضافة الـ يعني الـ democratic أو اللي هو الطابع الديمقراطي على هذا العالم بالطريقة اللي هي بتسمح بتجاوز ما يسمى بالرقابة أو السنسورشيب، واللي أدى إلى أن أصبح في الوقت الحالي بيتم مشاركة المعلومات بصورة فورية يعني و يعني بصورة سريعة وحرة، لدرجة أن أي فرد بإمكانه أن هو يعني زي ما أشرنا وأكدنا الكلام ده أكثر من مرة أن بإمكانه يتبادل المعلومات والآراء من غير ما يكشف عن هويته، وده طبعا بيمكن الأفراد إنهم يتخذوا مواقف في أحداث معينة بشكل واضح وبدون خوف وبدون أي قلق، وده بعد آخر من الأبعاد اللي كان يعني أو اللي بيظهر في إطار العلاقة بين الانفورميشن و الديمقراطية أو التعامل الديمقراطي. في معهد اسمه معهد رويترز الرقمي أو رويترز انستيتيول ديجيتال نيوز، المعهد ده هو تابع لمؤسسة رويترز، أكيد حضراتكم تسمعوا عنها. هذا المركز بيقوم بعمل ريبورتس أو تقارير بتهدف لفحص الاتجاهات اللي بنسميها long term trends in media use أو الاتجاهات طويلة المدى في استخدام وسائل الإعلام على مستوى جميع أنحاء العالم، وبيحلل دور وسائل التواصل الاجتماعي في سياق استخدام الأخبار عبر الإنترنت، أو بيعمل analysis لل role of social media in the context of online news usage.
في تقريره لعام 2020 هنجد إن معهد رويترز الرقمي ده بيقدم لنا في هذا السياق ملاحظتين رئيسيتين. الأولى بتشير إلى إن استهلاك الأخبار بدأ يتغير، وإن مصادر الأخبار على الإنترنت أصبحت بتكتسب أهمية، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا باعتبارها يعني source of news أو مصدر للأخبار، وباعتبارها بتلعب دور حيوي بين الشباب. أما الملاحظة الثانية فبتقول إن في ظاهرة اسمها صعود الوسطاء، والوسطاء هنا المقصود بيهم اللي هم وسطاء الانفورميشن، أو اللي هم بيسموهم brokers of information، وهم مقصود بيهم اللي هم الأشخاص اللي بيكونوا موجودين بين المنتجين والمستهلكين، أو إن هم ليهم دور في يعني حركة المعلومات. يعني أي شخص بيشارك المعلومة، هو مش منتجها وفي نفس الوقت من خلاله بتصل إلى مستهلكها. والتقرير هنا بيشير إلى إن في عام 2020 في العديد من البلدان الأوروبية تراوحت نسبة السكان اللي بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار من حوالي 30 إلى 60%، وده بيدلل لنا إن إزاي أصبحت الخوارزميات تعتبر مصدر للأخبار، أصبح بيهيمن على العالم بأكمله، وبيدلل لنا إزاي تحول استهلاك الأخبار على مستوى العالم من الوسائل اللي هي العادية أو اللي بنسميها الإعلام التقليدي للديجيتال ميديا. وبناء على كل هذا نقدر نفهم يعني حدود ومدى تأثير المعلومات على الديمقراطية، والدور اللي بيقوم به الإعلام في توفير وإتاحة إمكانية الوصول للمعلومات، وده أمر بيترتب عليه يعني حدود ومدى القدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية داخل المجتمعات سواء الديمقراطية أو الغير ديمقراطية. بكده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا واللي اتكلمنا في إطارها عن موضوع الديمقراسي في البيئة الرقمية وكل ما يرتبط بالفريدم اوف انفورميشن وحركة المعلومات على الإنترنت وعلى السوشيال ميديا، وإزاي هذه الحركة أصبح ليها انعكاس على مستوى الفريدم والديمقراسي داخل الكثير من البلدان. في هذا الإطار أول موضوع تناولناه هو موضوع بعنوان Democracy, Freedom and Trust at a Time of Digital Distribution، أو الديمقراطية والحرية والحقيقة في زمن الاضطراب الرقمي. ومن هذا الموضوع تناولنا الأطر المفاهيمية والقانونية لحرية الإعلام وحرية التعبير، وتناولنا بعدها موضوع بعنوان Information the Key of Democracy، أو المعلومات مفتاح الديمقراطية. ومن هذا الموضوع تناولنا بعدين أساسيين، أولهم بخصوص يعني Media at the Intersection of Democratic Culture and Technological Progress، والبعد الثاني عن Information and the Need of Truth، أو المعلومات والحاجة للحقيقة. في نهاية محاضرتنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأتمنى أكون ساعدت ولو مساعدة بسيطة في توضيح موضوع المحاضرة في أذهان حضراتكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دمتم في أحسن حال وفي فضل من الرحمن، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.